وبفضل جهود الدؤوبة التي يبذلها باحثون مثل يوان لونبينغ، تمكنت الصين من تحقيق قفزة في مستوى العلوم والتكنولوجيا. في المؤتمر الوطني 19 لحزب الشيوعي الصيني، أكد شي جين بينغ إعداد وتأهيل عدد كبير من المواهب ذو المستوى العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الاستراتيجية والمواهب الرائدة والشباب في علوم والتكنولوجيا، إضافة إلى الفرق ابتكارية العالية المستوى. فما هي الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لتحفيز حيوية الابتكار للمواهب؟ لنستمع إلى آرائي من الخبير. ليس هناك بلد في العالم يخلو من المواهب، أي بلد في العالم لديه مواهب، ولكن المهم هو يعني تطوير هذه المواهب وإعدادها بشكل جيد والعمل على الاستفادة منها. في الحقيقة أعتقد أن عملية يعني تحفيز الابتكار والإبداع لدى المواهب هنا في الصين هي عملية حيوية للغاية، لا سيما في هذه المرحلة المهمة من التنمية الموجودة في الصين حاليا. وبالتالي أعتقد أن هذه العملية يجب أن تبدأ من مراحل التعليم الأولى للطلاب هنا في الصين. أعتقد أن يجب إعداد المقررات الدراسية هنا في الصين بشكل يحفز على الابتكار ويشجع الطلاب في كافة مراحل التعليم، من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، من مرحلة الروضة، وحتى التعليم الجامعي وما بعد الجامعي. يحفز هؤلاء الطلاب على الإبداع وعلى الابتكار وعلى التخيل، بما يعني يعزز قدرة الإبداع والابتكار لدى هذه المواهب الموجودة في الصين. كذلك أيضا أعتقد أنه يجب العمل على صياغة تشريعات وقوانين تعزز بيئة الابتكار وتحفز هذه البيئة وتخلق بيئة مواتية لعملية الإبداع والابتكار هنا في الصين. أيضا لابد من دعم حاضنات الابتكار وإنشاء مراكز للبحث العلمي تكون هذه المراكز متطورة وجاذبة للمواهب في مختلف أنحاء البلاد. كذلك أيضا لابد للصين من تعزيز التبادل والشراكات العالمية في مجال البحث العلمي مع مختلف دول العالم وتعزيز التبادل في هذه القطاعات. كذلك أيضا لابد من تطوير منظومة العمل الحكومية بشكل يعزز أو يشجع على الابتكار وعلى الإبداع. أيضا لابد للصين العمل على استقطاب الكفاءات الصينية الموجودة في الخارج. هناك الكثير من الكفاءات الصينية التي توجهت للخارج للدراسة واستفادت واكتسبت خبرات كبيرة جدا من الخارج. لابد للصين العمل على استقطاب هذه الكفاءات وتشجيعها وتوفير محفزات وحوافز لها لتعود إلى الصين حتى تستفيد منها البلاد بشكل أكبر.